اسمح لي سأنتقل إليك أستاذ محمد زيتوت. الجزائر لم تنضم إلى الموجة الأولى من الربيع العربي، بل دخلتها في موجتها الثانية. لماذا لم تنجح فزاعة الترهيب في الجزائر؟ هل لا تخشون أن تكونوا مثل ليبيا؟ لا تخشون أن تكونوا مثل سوريا، مثل اليمن؟ يعني الجماهير أخذت قرارها وتحركت، لماذا؟ صحيح، في واقع الأمر الجزائر كانت قبل الربيع العربي ب 23 سنة. فأول انطلاقة كانت في 88، 5 أكتوبر 88، في تقريبا مثل هذه الأيام، وأنتجت لثلاث سنوات وضع نقدر نقول عليه انتقالي لكنه مقبول، وجرت فيه انتخابات، لكن عاد العسكر فانقلبوا وسيطروا على الحكم مباشرة. ثم عادت، واليوم تمر بالضبط ندخل للشهر التاسع، انتهى أمس الشهر الثامن من هذا الحراك أو الثورة السلمية التي تمتد وتمتد وتتشدد حتى ربما في اتجاه السلطة الفعلية وهم كبار العسكر. بين الأمرين كان الربيع العربي، وكان الربيع العربي ازدهر سنتين تقريبا، ولكن مع إسقاط مصر، وليس فقط مرسي، وإنما إسقاط مصر بانتخاباتها، بمؤسساتها، بثورتها، عادت الثورة المضادة لتنتقم بشدة. في ذلك الوقت كان يخوف الشعب الجزائري، نعم، بسوريا ثم بليبيا لأنها بجنبنا، طبعا حدث عن اليمن ولا حرج، العراق وما حدث. كل هذا في لحظة معينة فهم الشعب الجزائري من أنه كل هذا في الحقيقة هو تخويف، وأنه كلما انتظر أكثر كلما تمعن النظام في الانحراف إلى درجة أنهم في نهاية شهر واحد كانوا ذاهبين إلى عودة خامسة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الذي لم يحدث الشعب لمدة ست سنوات، كانوا ذاهبين إلى عودة خامسة. فهنا فهم الشعب من أنه أن فاتورة الانتفاض والثورة على الطغيان أقل بكثير من الخضوع والركون له.